ترجع شهرة الشيف بوراك بشكل أساسي إلى مقاطع الفيديو التي ينشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وكذلك يوتيوب، حيث يقوم عادة بإعداد وجبات خاصة. يتمتع الشيف بأسلوب لافت للنظر للغاية، لأنه عادة ما يطبخ كمية كبيرة من الطعام في حاويات ضخمة ويقطع مكوناتها بطريقة فريدة إلى حد ما. ساعدت التقنيات التي يستخدمها في الطهي أيضا في جعله مشهور، فهو يقطع طعامه بسرعة ويفتح العجين بسرعة. يستخدم أواني كبيرة الحجم للعمل مع طعامه، أيضا من السكاكين العملاقة إلى الملاعق العملاقة.